ما تعمليش في نفسك كده يا نصرة، اهدي شوية يا حبيبتي. نعم يا باسل، الله يرضى عليك، ربنا يخلي لك ولدك يا رب ولا تحزن في واحد فيهم. اطل بس على الولد. ربنا بيجيب حزن يا ست، ما تعطلنيش، خليني اشوف الباشا. استهدي بالله يا نصرة، استهدي بالله يا حبيبتي، اهدي حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده. هم اكيد بيحققوا معاه وهيطلعوه على طول ان شاء الله. يا عالم سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. انتوا مش حاسين بالدهر اللي فيا؟ قلبي موجوع. ليه يا رب؟ انا كنت قلت بصراحة وقد الوقت وحقن بتاخده مني تاني. يا ولية انت هتكبري ولا ايه؟ ده حتى ربك ما يخلصوش. استغفري ربنا يا نصرة، ارفعي يا اختي ايدك كده بالدعاء لحبيبك النبي. يا رب انت امي، خلصوا فيا، خلصوا فيا وخليهولي. وحدي بالله يا نصرة بقى، مش كده يا حبيبتي، مش كده. طمني يا نصرة، ان شاء الله الموضوع مش هيكبر. انت بس تسكت بعدين. يا اختي ما كملت، ان شاء الله تسوق يا روح. خليه يتنازل على قضية ويفضها السيرة بدل ما تبهوى مننا. والنبي يا اختي فكرت، بس انا عارفه ان هو هيركب دماغه، ده عيل واطي ما يسيبش حقه ولا حتى على رقبته. حسبي يا مولاي، يعني ربنا تقول انت السؤال يتكسر. هو يا بنتي، بقول لك يا نبي الحق، الواجب نبي بعد هنا يا ملاحظت وانا قمر يا اخويا. حاضر حاضر، بس والنبي والنبي عشان خاطري تهدى يا ست كل شويه. وانتوا بقول لكم ايه دلوقتي؟ خدوها وامشوا، ملهاش عزا الوقفه دي، وانا هخش اشوف في ايه. يا مرايا كده يا سيد، سيدي اختي، ظهري عريان في الدنيا من غير. ارجع يا اخويا، اختك محتاجالك. الشغل ده ما يسواش، ما يلزمنيش يا بوريك. المطاعم ميل برودوي. مسي ماروكا؟ نبغى الفالي ابورتي ان اكسبير. بقول لك ده مغربي نمبر 1. كان لازم تجيب معاك خبير. اجيب خبير معايا؟ طب مايل عليه بقى وسمعه الكلمتين دول. شوف يا خواجه، الشغل ده باكستاني وبيقطروا بشعب اخضر عشان يعضل. عندنا في مصر البيرو بيبخروا بيه. مش كده يا صاحبي بالهداوه. جي ريان كوبري. مي ديبي كو سي لو سول برودوي كو جي. بقول لك مش فاهم حاجة، ودي البضاعة الوحيدة اللي بتاعتي، والصفقة لازم تتم. وأنا ما قلتش مش هاخدها، بس تعالى لي في الدغري واظبط معايا المصلحة شوية. خليك تسوى دايركت عليك بيه. بص يا خواجة، من الآخر كده أنا هاخد الشغل ده، بس المهر يخس النص، فكر ورد عليا دلوقتي. البضاعة اشتري لك بيه. أعطيه مطير. داكور. ديل. مبروك علينا المصلحة يا ابن اللعيبة. ايه ده؟ جبتيه منين ده وازاي؟ ايه ده؟ في حاجة؟ انت عارفة ده سعره كام؟ مين اللي هيديكي هدية زي دي وليه؟ وانا مالي بسعر؟ هدية وجاتلي خلاص، خلصنا مالك؟ لا ما خلصناش. اللي تقبل هدية غالية بالتمن ده يبقى أكيد دفعت تمنها وغالي قوي، ولا إيه؟ أنت عايز توصلي لإيه بالظبط يا رحيم؟ حطاني في دماغك قوي كده ليه؟ ولا عايز تعملي عليا صحفية وبتدوري على أسراري؟ وفين؟ في دلابي كمان؟ مش لاقي عليكي خالص. ولا تكونيش زعلانة مني عشان قلتيلي عايزة أشتغل في المحطة وأنا قلتلك ما ينفعش. انت عارفه ايه اللي يليق عليكي؟ شغل البيوتي سنتر وبس. على فكره انت اكتر واحده في الدنيا دي انا مش عايزه منها اي حاجه، اللي هعوزه هعمله بنفسي. بس للاسف كل شويه بتصدميني بمصيبه شكل. انا ما اعرفش انت عايزه توصلي لايه ايه، وليه بتفرطي في نفسك بالسهل قوي كده؟ افرط في نفسي؟ هو انت فاكره كل الناس زيك ولا ايه؟ هو اللي بينجح وبيكبر بيبقى بيفرط في نفسه؟ ايه الجو ده؟ انتي عارفه كويس قوي ان انا مظلومه واني ما عملتش اي حاجه. ولا هتعملي،
فشلك ده بتاعك انتي، انا ماليش علاقه بيه، حليه بقى بعيد عني. انتي فاهمه؟ ساعتين في الاوضه، هي دي دخلت ولاد الاصول؟ هي حكيت لك فانت جات نقرزيني صح. يا طيب يا طيب، ده انت طول عمرك طيب، ما تنساش ان ده عيل صغير. العيل الصغير اللي بتتكلمي عنه ده كان هياخد عمري على الحرام من ديني لو قدامي دلوقتي، لكن مطر رقبته. يخرب بيتك ويخرب بيت سنينك بعد الشر. هو انت ايه يا اخي؟ مش هي دي نصرة اللي روحك فيها؟ مش هي دي اللي كنت بتستمناها؟ كانت قبل ما تسوق عليها الهوا. روحي بقى يا اختي وقولي لها ان حماده الطاير ما بيسيبش حق وان ابنها ده هيوحشها. ليه بقى؟ كنت عايزها تطوعك ولا ايه؟ يا لهوي، ده لسه لما بخرس تيجي شوف الغز منين واستلقى بالجنب التاني. على الطلاق انتوا نسوان ناقصه ودماغكم معجله. يا بنت انا كنت بعمل كده جس نبض بس، كنت عايز اعرف سكتها ايه؟ شمال ولا يمين؟ وعرفت؟ يمين ان شاء الله. يمين. استلقى وعدك بقى. انت مفكر انه انا راح فيه وصلك ليه خواجة؟ انا حتى جالك بنفسي، مش محتاج يعني الناس دي كلها. بس انت ارتكبت غلطة راح تدفع حقك غالي كتير. وانا مش بايع. اسمت، خليهم يتحركوا. السيارة هات. يلا السيارة هات. حول الله يا رب. يعني ايه؟ خلاص كده الواد راح. حكايه بينها كبيره ميسه بنتي. نبيل قال انهم كذا تهمه، سلاح ابيض وشرافات، الواد لسه صغير، يعني كده كده هيخش الاصلاحيه. الله الله يصبرها امه. ولسه لسه لما سيد يعرف. وهي هتفرق قوي. سيد خلاص واخد في وشه ومش فارقه مع حد. بالمناسبة صحيح ميسا بنتي، أنا كنت عايزك تسمعيني. على اليمين أنا ما كان قصدي إني أخرب عليكي. أنا مش عايزك تحس بالذنب يا عم سلطان، أنت كتر ألف خيرك. جيت قلت لي على اللي فيها. بقيت الحدوتة بقى بيني وبينه. أنت أساساً براه. لا براه إزاي؟ مش أنا اللي سخنتك عليه وقلت لك انه وسخ ايده بدم النجس اللي اسمه معوض؟ واهو بس معوض لسه بلينا بنفسه النجس في الدنيا. ولما الحكايه ما فيهاش معوض اقلها كالقلب. وانا وحياه ربنا لا كنت حطيت لساني في بقي وجزمته فوق دماغي. سيد سيد استسهل يا معلم، ما صدق سمع الكلمه من بقي عشان يجيب النهايه ويسيبني. بس انا برضه محولك يا بنتي، ما تحمليش هم، انا حبيبي واتكلم معاه. لا شوف بقى يا عم سلطان، معزتك عندي كوم، وان انت توطي رقبتي وتداني مقامي قدامكم تاني، انا خلاص ما بقتش فارقه معايا. لا 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 لا، في يا ميسا بنت، انا اول مره اسمع منك الكلام ده. من امتى في بينك وبين سيد مقامات وكرامه وكلام الفارغ ده؟ لا صلي على النبي كده بس، بتلاقي بس دنيته قامت عليه شويه كده فما استحملش مهديه. وانا ما استقملش نفسي من جدع، اول ما الدنيا تقوم عليه ينطرني براه. وهو قالها يا عم سلطان، مات الكلام. ها بتولد
رحاب. اهلا يا رحاب، اتفضلي. في حاجة حصلت ولا ايه؟ هو هيحصل ايه تاني اكتر من الفضيحة اللي حصلت؟ ها؟ مستنية ايه؟ اخويا ما كانش ليه في الجوازة دي ابدا، بس انا اللي غلطانة، انا اللي طوعته وسبته يعمل اللي في دماغه وما منعتوش ساعتها. ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا رحاب. عندك حق فعلا، وقت الكلام عدى خلاص. هدوم احمد فين؟ هو اللي بعتك عشان تعملي كده؟ احمد دماغه مش معاه خلاص، بعد ما لخبطتي كيانه وضيعتي مستقبله. انا عارفه مصلحه اخويا كويس، وكفايه قوي اللي عملتيه لحد كده بقى. حرام عليك يا رحاب، حرام عليك، انا تعبانه، انا على اخري. لو عايزه ترتاحي صحيح ابعدي عن اخويا، خليه ينهي اللي بينكم في اسرع وقت، خليه ينتبه بقى لحياته ودنيته ومذاكرته. ارجعي لتوبك يا بطه، وسيبي الدكتور يشوف توبه. ماشي؟ حاضر حاضر يا رحاب. هدومه فين؟ ما جيتيش معادنا ليه؟ معادنا؟ اللي قالت لك عليه بوش. مالك مستغربة ليه؟ أيوه أنا اللي طلبتك. مش هو ده اللي بيحصل ولا إيه؟ حد يطلبك منها هي تبلغك، وأنت تلبسي فستان شيك وترسمي الابتسامة وتروحي. أنت عايز مني إيه بالظبط؟ مش انت رفضت ان احنا نكون مع بعض؟ وقلت لي ده بمنتهى الصراحه. تطلبني تاني ليه؟ درس. اعتبريه درس من واحد عنده خبره بكل تفاصيل الحياه اللي انت جديده عليها. كل حاجه وليها طريقتها، يعني تقدري تقولي مجموعه سلالم فوق بعض. ما ينفعش نطلع واحده قبل واحده. انا بحب النظام يا ايه، عشان كده طلبتك منها. هو ده اللي يناسبك دلوقتي. ما كانش ينفع ارضى بيكي كده من اول مره. كنت ابوظ النظام وازعل من نفسي. ده نظامك انت، لكن انا نظامي حاجه تانية خالص. انا بوصل اللي انا عايزاه وبطريقتي. اللي هي يبقى لي اختيار في اللي انا بعمله، امتى، مع مين. مش اي حد هي تختاره لي عشان مصالحها. ده غير كمان ان انا دخلت لك غلط، يمكن ما قدرتكش صح، وانت دخلتني بنفس الطريقه وحاولت تجيبني من سكتها، وانا رفضت ده. نبقى خالصين. طب دلوقتي نبتدي من الاول كاننا لسه عاكفين بعض، ونحاول نلاقي طريق عشان نفهم. قلت ايه؟ قومي جهزي عشان الهوا وهتفرج عليك. من ساعة ما سبت روماني وانا عارف عنك كل حاجة، ولو التعليمة اللي علمتها عليك قاستك في السوق بعوني لا قادر ارجعك تاني. مين قالك بدي ارجع افتح بزنس انا وياك؟ سرقتلي اموالي، قتلت الشخص اللي كان ايدي اليمين. هيدا التصرف اللي عم تتصرف، وشو بتسميه؟ اسميه خرزانة، زي اللي بيضربوا بيها العيال الصغيرين في المدارس لما بيغلطوا. انسى انه كنا نشتغل مع بعض. هنشتغل عشان معايا هتشوف اللي عمرك ما تشوفه مع حد تاني. هتشوف السوق اللي نفسك تدخله من زمان، أكبر استهلاك للصنف فيك يا منطقة، واللي رجالته طول الوقت كانوا بينطروك. وأنت بتعرف عقود الرجال؟ بتضمنهم؟ مالكش فيه، وأديني واقف قدامك وبطولي وفلوسي حاضرة. قلت إيه؟ بلد تكون عند شر الحشيشي، يعني شغلك كله رايح روح هدر على الأرض بلا معنى. عشان تعرف إن أنت سيس.
الحوار ده كله فطش وملوش لازمه. الحوار ده معمول عشان العويل اللي تحت ايده مخدرات ينطرها في السريع كده ويمشيه، وساعتها يقع في حجر الحكومه ويبقى كده اتعشت. وهي البضاعه اذا دخلناها هنضمن ما تنجمعش؟ لا تنجمش، بس هيتكمش منها 15%، ودول بقى بنعتبرهم كده زكاه عن عفيفه. وزي ما احنا بنشتغل الحكومه كمان لازم تشتغل، مش كده ولا ايه؟ اسمع يا خواجه، كلام كده من ابو ناهي، اللي بيني وبينك بيزنس، وعلى قد ما تاخد على قد ما هتدي، بس خليك فاكر ان انت اللي محتاجني مش انا. اذا قلت لك ماني موافق ما توافق وكلم. هي عملت كده؟ طيب أبقى أكلمك تاني يا بط. سلام. قبل ما تقولي أي حاجة أنت هتكتمني قبل ما أتكلم؟ يا واد أنا مش جاي أتخانق معايا، أنت كبرت خلاص وبقيت راجل. طب ولما أنا كبرت خلاص وبقيت راجل وقادر أمشي حياتي دي بنفسي، أنتوا ليه مصرين تتعاملوا معايا كأن أنا لسه عيل صغير؟ لو كان ده تمامها ما كانش زماني واقفه بكلمها. لا هي كده على فكره بقى. رحب تروح تاخد هدومي من بيتي كانها عارفه مصلحتك اكتر مني، ودلوقتي انت جاي تلوميني وتعاتبيني كان انا غلطت، وانت جاي تقولي الصح ايه؟ وانت ما غلطتش يا احمد. لا ما غلطتش، انا حبيت بطه واخترتها واتجوزتها على سنه الله ورسوله في الدير، وكل اللي بيحصل في الدرة غلط. متقوحش يا حبيبي، أنا أكتر واحدة حاسة بيك في البيت ده، حاسة إنك مستعيب تقولها. ما انتي يا نصر برضو اتجوزتي في الدرة. عمري ما قولك كده يا نصر. عارفة يا حبيبي، عارفة إنك متربي وقلبك أبيض، وهو ده اللي مخوفني عليه. السكة اللي أنا مشيت فيها واللي أنت عايز تمشي فيها ما جاليش منها غير وجع القلب والحسرة والحب اللي أنا كنت بتمناه، عشان في الدرع بقى عيب. كان ممكن أنت تعايرني بيها، حتى ما بقتش أعرف أطول لا زمان ولا دلوقتي. عايز تبقى زيها يا نصر؟ أنا جوازي من بطة حسسني إن أنا ليا قيمة، يعني أنا حالتي غير حالتك خالص. صح، أنا مرة غلبانة عشان أعيش فرحة بلف من ورا الدنيا كلها، لكن أنت راجل تقدر تقف قدام الدنيا كلها وتاخد اللي أنت عايزه مش في الدرع. كنت أقول لكم على فكرة، أنا بس كنت مستني الوقت المناسب حتى أسألي رحاب. كل ده كوم، وموضوع رحب ده كوم. معقولة يا أحمد ما تحكي لناش احنا وتروح تقول لرحاب؟ طب افرض قلدتك، قالت أخويا الراجل بيعمل كده وأعمل زيه. على العموم خلاص، اللي حصل حصل، المهم يا حبيبي اللي جاي أعمل كل حاجة، اعمل كل اللي انت عايزه، بس في النور يا احمد، في النور يا حبيبي. ماشي ماشي. الحمد لله على سلامتك يا فودة. الله يسلمك يا هانم، متشكرين على الاستقبال. صحيح ولاد الناس اصولهم غير. أنا قلت لازم تكون أول واحدة تشوفها بعد خروجك من السجن تكون أنا، خصوصا إن أنا في كلمتين مهمين عايزة أقولهم لك، أنا بعتبرهم آخر كلمتين بقى. ليه يا هاني؟ خير؟ هيكون خير لو نفذت اللي أنا بطلبه، لكن لو مشيت بدماغك زي كل مرة يبقى العربية اللي جابتك من السجن على هنا هترجعك تاني. هو في إيه بالظبط؟
ما تفهميني، أنا خارج متبرجل ومش فاهم حاجة خالص. بوخاريست، عايزك تعتبر نفسك ما شفتوش خالص ولا كأنك تعرف، ولو مسيت شعرة واحدة منه هعتبرك إنك بتخش في عداء معايا أنا شخصيا، وأكيد أنت فاهم ده معنى إيه. هو إيه العبارة بالظبط؟ هو أنت لا مؤاخذة ما وصلكيش اللي عمله معايا ومع أخويا ولا إيه؟ وصلنا، واعتبرني موافقة عليه كمان. أنت غبي يا فوضى، الواد اللي خدته من إيده ودخلته كارك، باعك، طلبت منك إنك تقتله، كسلت أو طنشت، متفرقش كتير بالنسبة لي، المهم شوف هو فين وانت بقيت فين. يبقى ما تجيش تعيط لي بقى دلوقتي وتقول لي انا عايز حل، عارف ليه؟ لان هو وقته راح خلاص. اللي بتقوليه ده ما ينفعش، ما يرضيش حد. يرضيني انا، وده كفايه قوي يا فوده. فكر في مصلحتك عشان ما ترجعش تقول حاجه. يلا روح نام وارتاح. عن إذنك يا هانم. كنت حلوة قوي في حلقة امبارح، لسانك بينقط سكر وشاه. قال انتوا بتحفظوا كل الكلام ده يا آية ولا يعني الدنيا بتمشي ازاي؟ ها؟ مش حافظة طبعا، بس انهم محضرين كويس، وانا بيبقى في ايدي الورق فيه الأسئلة، يعني تفتيح سكك للكلام. عارفة آية، وانا معاكي في الاستوديو ببقى فخور قوي، فرحان، نفسي اروح لواحد واحد اقول لهم البنت دي خطيبتي. بجد؟ امال ايه؟ وانت شويه آية الحكيم مزيكا، والله حقهم يسموكي برنسيسة المذيعات. حلو؟ هو انت ما سافرتش مع بوخارست ليه؟ واسيبك لوحدك؟ ايه تسيبني لوحدي دي؟ وانا عيلة صغيرة يا صلاح ولا ايه؟ بعدين هتخاف عليا وانا لوحدي؟ ده انا بخاف عليكي وانت معايا. بقول لك يا آية، انا ما بقتش عارف اعيش من غيرك، والله العظيم اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اشوفك فيه بيبقى ملوش معنى. ايوه بس ده شغلك. والنبي لو اكتر شغل مهم، ما دام بعيد عنك ما يلزمنيش. طب ابو خرزت مش هيزعل كده؟ يزعل من ايه؟ اخوك ده جن ازرق، هيروح يضرب المصلحه ويرجع هوا، وانا فطنته على الحوار، قلت له انا مش هينفع اسيب ايه لوحدها. هو ما قالكش حاجه. وهيقول ايه؟ وبعدين يعني هو عيب ان انا ابقى بحبك ومش قادر اعيش من غيرك؟ ايه يا ايه؟ يا قمر يا مشرفني. قول يا حبيبي رم عظمك. جيت شبعان يا سلوى. مالك يا اخويا؟ في ايه مش مروق كده ليه؟ عامل زي اللي لسه ما خرجش من حبسته. حاسه بيا. معلش. كل شيء بقى وينه. معوض؟ الحمد لله على السلامة يا أخويا. أهو اقعد اقعد يا أخويا، اقعد. ما تشوفنيش يا أخويا، نفسي أزورك وآخد بيدك، بس ديك شايف وخارزت الكلب هو اللي عمل فيك كده. كان بيتهيألي يا فودة هتخش عليا برقبته أخويا، لكن الظاهر عرف يكسرنا انا وانت اخويا. لسه ما اتخلقش اللي يكسر المعلم فوده. قصر وكفايه اللي جرالك. اللي جرالي؟ طب اخويا قبل ما تسد حنك عنك باللي جرالي، مش تعرف هو ايه الاول؟ وانت يابا متهني في السجن زي البشوات، كان حبيبك معلقني زي الدبيحه ونازل في جتتي سلخ عشان ابيع له ليلتك يا فوده. خلصت يا معوض؟ لا يا فوده ما خلصتش. فضل يشكل عليا اخويا ايام وليالي ومعلقني من رجلي، لا عمل لك حساب ولا باين كرامه يا فوده. قلت اكتم بقى انا. لا يا فوده مش هكتم. بص لي يا فوده، بص لي، انا بقيت عاجز يا فوده، بص لي. بس مش بسبب بوخارست يا فوده، لا، بسببك انت. دوست عليا يا اخويا قبل ما هو يدوس عليا، يوم ما بعتني برخيص وركبته على كتافي. أحمد أمي وأمك.
هخليه يتهنى بيوم واحد في الدنيا دي. هحصر قلبه على اللي عنده، هخليه يتفرج عليه وهو بيروح من ايده مش قادر يهود لحيته. حقك راجع عالم، راجع فهمني. والطق عشرة. على فكرة بقى اللي حصل ده كان لازم يتعمل. وبعدين مالك زعلان كده ليه؟ مش دي بطة اللي فضحتك في الحارة كلها برضو؟ رحاب اتكلمي عن مراتي بطريقة احسن من كده. مراتك؟ اسكت انتي، ما تولعيش الدنيا بزياده. ليه 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 وتسكت ليه؟ ما انا خلاص ما بقاش ليا وجود ولا قيمه، واي حد عايز يعمل حاجه بقى بيعملها. على فكره بقى انت اللي دخلتني من الاول عشان كنت عارف انك هتحتاج حد يحميك لما تحصل حاجه زي دي. بجد انا مش فاهمه، يعني انتي في الاول بتحاسبيني على حاجه مالكيش فيها ودلوقتي بتحميه؟ ما تفوقي بقى من الجو اللي انتي فيه ده، وانتي من امتى اصلا بتعرفي تتحكمي في حياتك عشان تعملي علينا كبيره؟ سيد الحمد لله على السلامه يا اخويا. الله يسلمك، عاملين ايه؟ الحمد لله على السلامه. مالكوا صوتكوا عالي على بعض ليه؟ لا مفيش حاجه. ونصر فين؟ يا عم انت في ولا في ايه؟ اقعد بس. تعالى استريح تعالى. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. عاملين ايه؟ الحمد لله. راحه طيب؟ جرحك لسه ما لمش. على قد لما جيت جنب الست نصر ولا زعلتها. هو لو سمعت ان انت مسيت شعره منها تفتكر ان انا هسمع عليك؟ انا جاي اطمن عليك بس. بس انا عايز اعرف الواد عمل معاك كده ليه؟ يا عم عيل غلط. ليه زعل لما كنت رايد امه؟ فقال لك ازيحه من سكتها. وانت مين اللي قال لك انها امه؟ الست نصر. هي اللي رصدني على الحوار كله، حتى سألها. طب اسمع حماد، على الحرام لو عيب يا سيد، ده احنا ولاد حته واحده والسر اللي بينا هيفضل بينا يا جدع. ماشي. طب والواد اللي في الحبس ماله؟ هيخرج. يخرج وبرضاك شفاف. الحمد لله على السلامه. طيب بسم الله ما شاء الله، الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله، زي القمر. عقبال يا اخويا ما تشوف عياله وعيال عياله. قادر يا كريم يا رب. ده علم بقى مصلحة. انت اول واحده مني تشوف الواد ده. انا خطفته من ايدين اهل ايمان وجيت لك في جري. مالكش حق يا سلطان، انت برضه فرحت بنته. لا انت ليكي فيه اكتر من اي حد. وايه رايك بقى؟ انت اللي هتسميه. ما هو يا سلطان. يا ولية انطقي بقى الاحسن على الحرام. خلاص يا اخويا خلاص. طب ايه رايك؟ مفيش أعز ولا أجمل من الاسم اللي ربنا سمى بيه حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ويا أخويا ما تحوقش كده في السبوح. الله، دي فرحته بتهون على أمه وتعب الولادة. يلا بقى عجل. ماشي. ومين سامع كم صلاة؟ إيه رأيك بقى يبقى الليلة على بركة الليل؟ ربنا يخليك لينا يا رب. فاكر يا سلطان يوم ولادة صلاح؟ عملت مع محمد زي ما عملت مع صلاح. ده ما لحقتش ياخد الواد في حضني، وخدت الواد كده وجريت على السيده وقعدت تفرجوا نفر نفر، وقعدت تقول تكمله اسمي واسم ابويا جه يا ناس، والدنيا ما كانتش سايعك بالفرح. صح. وقعدت ادعي ربنا انه نجي من سكه الحرام اللي كانت مكعبله طريقي دي، بس ربنا بقى اراد انه يرد دعوتي ويخيب ظني في الواد. بس ربنا بيديني فرصة تانية وبيعوضني في محمد أبو صلاح. بقول يلا يلا يا سلطان، عمرك ومالك اللي ضيعتهم في الواد الكبير ضيعتهم في الواد الصغير. ربنا بيعوضني أبو صلاح. صح صح يا سلطان، واللي هداك ورجع خطوتك زمان قادر يهدي الأيام دي. قول أنت بس يا رب. حبيبي يا دنيا خلاص يا ست الكل، الواد في حضنك اهو براحتك خالص وعلى الرايق، ولما تخلصي شحته واقف على البيت. الله يخليك يا اخويا.
ربنا يكرمك يا ضنايا. تعبت نفسك بس اليوم؟ لا تعبت نفسي، ده انا هو طول بقى مكاني وانت تخرج ما كنتش اقصر. بعد الشر عليك يا ام. الشر عنك يا عملت كده ليه يا ضنايا؟ ده انا ما صدقت انك بقيت معايا. قمت اعمل ليه بعدك عني؟ عشانك يا ست الكل. انا قلت لك قبل كده وما صدقتنيش. من طول ما انا راجلك محدش هيقدر يمسك وانا موجود. وهو الراجل اللي غزيته ده كان عمل لي ايه بس؟ يا ام عيب، انا كبرت وفاهم وعارف اللي حصل ما بينكم. وسمعتي كنت بتعاطي مع خالتي ميس. أنا كنت فاكرة إنه ريدني بالخير بس طلع واطي. وعشان كده أنا علمت عليه. عارف رميتك هنا علمت على عمري كله. اوعى تحكي لخالك اللي انت سمعته ده، احسن ياخد رقبته ويروح في ده. عيب يا ماما، تخافيش انا راجل. حبيبي يا ابو سيدي الحمد لله احسن خير. يلا يا اختي خلي الحنادي في البيت بينك وبين ابنك. ما روح بجد بجد يا سيد، عمر هيروح معنا البيت. امال ايه، مش ابن نصر اللي بات في الاسم؟ يلا. مش قادرة أصدق اللي أنت بتعمله. بقى تبقى مطلوب من الراجل تروح تعمل معاه الديل وتفرض عليه السعر كمان؟ في البيزنس كله ينفع، بعدين رك على القلب الميت. هيوفي بالكميات ولا هيعمل زي اللي قبل؟ في دي بقى ما تلاقيش، أنا أضمنها لي. أنا اشتغلت معاه وعارف عيبه في إيه. لو حصل يا أبو خريص هتروح في حتة تانية خالص. أنا مش عايز أروح في حتة. المهم أنت تكوني مبسوطة مني وراضية عن الأداء. مش انا لوحدي اللي مبسوطه، الناس اللي فوق كمان. ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه من غير معرفتهم، هي دي اصول اللعبه وانا ما بحبش اتخطاها. حتى لو كانت المكاسب مغريه ما كانوش هيسمحوا بدخول البضاعه والنتيجه كانت هتبقى صفر. يعني ايه؟ يعني هما كانوا بيجربوا فيا وانت كنت عارفه ما قلتليش؟ اعتبره اختبار لقدراتك. انا قلت لهم ان السوق محتاج للي زيك اللي هيغامر باي حاجه عشان يكبر، وهم اعجبوا بحماسك. حماسي ايه؟ ده مش مشوار صد رد، ده انا كنت ممكن اتغربل فيها. كان اختيارك وكنت متاكده انك هتعملها. ده مفتاح النايت كلاب، من النهارده بقى بتاعك، عشان لما احب اقعد معاك قعده زي دي الاقي مكان يليق بمهلك. مبروك يا ابو خالد.